طيب تالت عامل يا جماعة زي ما شفنا كده اللي هو الروتيشن تايم، اللي هو زي ما لفت الأنبوبة، وزي ما شفنا بالفيديو اللي فات بالظبط كانت التيوب اللي هي قدامنا في الشكل ده، والديتكتور قدامنا اهو، اللفة بتاعت الأنبوبة عشان اخد مقطع واحد، كل ما الروتيشن تايم زمن اللفة يزيد، كل ما السكان تايم زمن الفحص بالنسبة لي هيزيد، كل ما البيشنت دوز هتبقى عالية، وكل ما هقلل في السكان تايم، كل ما هقلل في الروتيشن تايم، كل ما زمن الفحص السكان تايم بالنسبة لي هيقل، كل ما يبقى زي ما اتكلمنا يا جماعة عن الكي في، اتكلمنا عن الملي امبير، اتكلمنا كمان عن الروتيشن تايم، وعرفنا ان انا بزيادة الكي في هزود البيشنت دوز، وبزيادة الملي امبير هزود البيشنت دوز، وبالتالي برضه هعمل انهانسمنت في الايمج كواليتي وزيادة الروتيشن تايم. طيب البارامترز دي مهمة جدا ولازم ابقى فاهم كل بارامتر بيعمل ايه وبيأثر ازاي على حسب الاورجن اللي انا بصوره. يعني انا لو بصور حالة سي تي شيست او سي تي ابدومين او سي تي بلفس او سي تي على اي جوينتس في الجسم او سي تي برين، لازم اختار اعمل سيليكشن لملي امبير وكي في معينين يتناسبوا مع الاورجن اللي موجود، يتناسبوا مع كميه البون اللي موجوده في كل اورجن والابسوربشن اللي هيحصل. سي لو انا شغال على حاله شيست مثلا فيها لونج، لونج ده اير، فالابسوربشن بتاع الاير مختلف عن لو انا شغال حاله سي تي بلفس، فهلاقي البوم بتاع البلفس هيحصل هاي ابسوربشن عن اللنج، فبالتالي الكي في والملي امبير بتوعي هيبقوا مختلفين، على عكس ما اكون شغال حاله جوينت. تمام، نفس الكلام جوينت يبقى شغال في سمول ريجون او في منطقه صغيره. طيب رابع فاكتور مهم جدا اللي هو البيتش، البيتش اللي هو حركة الترابيزة. حركة الترابيزة بالنسبة لي ده مسمى يا اما موجود في بعض الاجهزة بكلمة بيتش فاكتور، او في بعض الاجهزة تانية باسم هيليكال بيتش، اللي هو الديستنس ترافل، المسافة اللي بتحركها الترابيزة بتاعتي بير روتيشن تايم في اللفة الواحدة. كل ما كانت البيتش فاكتور بالنسبة لي كل ما كانت كبيرة قيمتها كبيرة، لو البيتش فاكتور بتاعتي اكبر من واحد يبقى في الحالة دي هيبقى في عندي الترابيزة هتحرك بسرعة، هيبقى في عندي داتا لوس. لو كان قيمتها اقل من واحد يبقى في الحالة دي الترابيزة عندي هتحرك ببطء ومش هيبقى في عندي اي داتا مفقودة. طيب لو جينا هنا نبص مع بعض، ادي اكزامبل، هنا بدي لو ملي امبير وهنا هاي ملي امبير، طبعا تأثير الايمج على الايمج كواليتي هيبقى واضح خالص، وتأثيره على الابسورب دوز، هنا 2 راد هنا 4 راد، يبقى اذا هو زود في الايمج كواليتي بس زود في الابسورب دوز بتاعت البيشن. فلازم من الحاجات اللي انا بعمل فيها اوبتمايزيشن ان انا استخدم ملي امبير اوبتيمم لي البودي سايز، يبقى عندي بودي سايز كبير او بودي سايز حد حجمه رفيع او فين، بديله ملي امبير اقل من الملي امبير اللي انا بستخدمه لحد فات. اتكلمنا بعد كده عن البيتش فاكتور، تيبل ديسبلسمنت ديورينج وان فول اللي هي الازاحه او حركه الترابيزه بير روتيشن تايم. زي ما احنا شايفين الشكل هنا اللي هو الخطوط الصفراء دي بتمثل لي الروتيشن اللي بيحصل بالنسبه للانبوبه بالنسبه للديتكتور. كل ما كانت البيتش بتاعتي اقل من واحد هنلاحظ هنا ان مفيش اي داتا عندي لوست، داتا مفقوده. لو البيتش فاكتور اكبر من واحد بقى في داتا لوست عندي، فبالتالي انا لو شغال حاله زي مثلا جوينت ني جوينت او ريست جوينت او حاله محتاج فيها هاي ديتيلز او ريزوليوشن عاليه، ما ينفعش ان انا اعلى بالبيتش فاكتور عن واحد، لان انا ممكن يبقى عندي تفاصيل والتفاصيل دي السكنس بتاعها قليل جدا، فممكن يبقى فيها ديفكت. لو انا اخترت البيتش بتاعتي اكبر من واحد التفاصيل دي مش هقدر ان انا احددها او ان اقدر ان انا اشوف فيها مشكله. طب لو اقل من واحد يبقى في حاله ان انا بستخدم شغال على الجوينت ريست جوينت، شغال على الني جوينت، شغال على الانكل جوينت، التفاصيل بتاعتي محتاجه ريزوليوشن عالي فلازم اختار بيتش اقل من واحد. طب مع الاورجنز الكبيره لا مفيش مشكله ان انا اكبر بالبيتش عن واحد. كل ما هتكبر بالبيتش اكبر من واحد كل ما الدوز بتاعتك بتاعت البيشنت هتقل.